حكم الجماع إذا كان الدم خفيف عند الزوجة خارج وقت الحيض ليست بحائض. إذا كان الدم خفيفا هذا دم استحاضة، دم الاستحاضة لا يمنع من قربان الزوجة، لكن عند الوضوء يا ولدي لابد أن تستنجي وأن تتوضأ لوقت كل صلاة. إذا كان العذر هذا مستمر تأخذ حكم أصحاب الأحذار الدائمة، تتوضأ لوقت كل صلاة ولا تبالي بما خرج إلى أن يأتي وقت الصلاة التي تليها تجدد الطهارة، وهكذا. بارك الله فيكم.